السلام عليكم، مرحبا بكم في كوزينة ليلى. اليوم غندير معكم واحد الشهيوة زوينة بزاف من المطبخ المغربي، وهي الرفيسة الحرشة. كنظن غتكونوا كتعرفوها، او المدهوسة، كل واحد كي كيسميها. المهم انا غنديرها على الطريقة ديال الناس ديال الشاوية مزاب، بحكم انا الاصل ديالي مزابي. غنديرها لكم على الطريقه اللي كنشوف امي وعماتي وكانوا كيديروها. بسم الله على بركه الله. عندي فريريج بلدي غير صغيور، هذا راه مغسول ومنقي والخل وسكينجبير والملحه باش تحيد لي الزفوره. غنديرو هنا في الكامي، غنطيب انا فنينجا فودي خلاص غيطيب ليا. عندي جوج بصلات، غندير غير مقادير صغار، انا ما عنديش اللي غياكل هاني. جوج بصلات مقطعات هكا جناوح. المهم كل واحد والطريقه ديالو، كاين اللي كيدير فيها سميتو هذا مطيشه، كاين اللي كيدير فيها، كل واحد والطريقه ديالو. ما نقدروش نعطيكم انا شي طريقه، المهم غنعطيكم الطريقه اللي انا كنشوف كيديروها بهم. هنا عندي راس الحانوت، خرقوم، بزار، سكينجبير، الملحه، وعويشق ديال السمن. هنا غنزيد داك شويه زعفران شعره، هاد الزعفران شعره راه بقى ليا من سميتها من الحرشه اللي صوبت، زوين مجهد. هنا غندير واحد الربيطه ديال القزبر، ماشي المعدنوس، القزبر. وهنا واحد جوج دريسات تاع الثومه محكوكين، هادي حيت بالاعشاب دونك خاصها تكون مجهده في المقادير. هنا عندي هذا حب برشات راه مغسول، واحد العاشق بحال هكا. والحلبه غنديرها معها دابا حيت الحلبه قاصحه في الطياب، الحلبه واحد العاشق كبيره. المهم على حساب كل واحد، والحلبه هي ما يمكنش تجيب لها حلبه هاد المدبوسه. صافي غنخلط هاد الشيء ديالي وندخله في الدجاج مزيان، ندخله فيه وغندير يتقلى بلا ما بلا والو. وعاد باش ملي غيبدا يطيب ما نديرش الزيت، حيت الزيت كيحبس داك، ما كيدخلش لينا في اللحم وفي الدجاج الا درتو الزيت من الاول. غندير فيها الزيت، زيت العود، زيت الزيتون. ها هي بحال هكا غندير لها، وانا غنحطها تقلى ونكمل معاكم. ساهله الطياب ديالها ما صعيباش. والعدس راه بالطبع العدس ها هو غسلته واحد زلافه صغيره حتى يطيب ليا كاع الدجاج، وعاد باش غندير ملي يدخل مع الدجاج الطياب غندير. بالنسبه للبنات اللي غيطيبوها في نينجا فودي، انا راه درتها في بريسيون هنا ودرت واحد 30 مينوت وغنديرها بعدا تقلى. وهنا غنزيد واحد الراس الثومه راه نسيت. هادشي ها هو تقلى لينا مزيان، هاهي البصله طاحت مزيان بلا ما بلا والو. دابا غنزيد واحد شويه زيت العود، الضبابة مكتقليش، وغنروي ندير الما طايب، الجهد لي غيطيب ليا فيه الفريريج. صافي وغنسد عليه. الفريريج ديالي هو راه دخلو الطياب، هنا غنزيد عليه العدس، غنزيد عليه شويه ديال المطيط اللي دارت في الرجروني، راه خلاص كيطيب تحيدو. صافي الجهد اللي غنروي به هذيك الحرشه، صافي ونخلي العدس ديالي يطيب. ناخذ بالنسبه للحرشه غناخذ السميده هذه ديال الكسكسو، كتكون غليظه ماشي باش كنديرو بغرير، هذا غليظه شويه راه كلشي كيعرفها.
غندير واحد جوج معالقات ديال زيت الزيتون. واحد، انا خديت تقريبا 600 غرام حيت غنديرها صغيره، مش ما كاينش اللي غياكلها. غندير غير حرشه وحده ولا جوج حرشات نطيبهم في المقله، ولا نطيب غير وحده في المقله الكبيره. غندير هنا شويه الملحه، واحد معلقه. عندي هنا غندير لها واحد شويه راس الحانوت، وهنا عندي هذا حب برشاد راه مغسول، غندير واحد معلقه حب برشاد. هنا عندي شويه زعفران شعره، هذا راه عندي مجهد بزاف ديال ايران، بحال هكا غنحكو غير شويه. وغندير فيها شويه ديال الزعتر، الا كان الخضر راه احسن، ما نكثروش فيها. معلقه صغيره. وهذه عندي مرصيطه كانت عندي في الجرده، كرمت هذاك الشيء اللي بقى، غنحك فيها هي شويه، هي راه بقات خضراء عندي، حيدتها هاد الصيف نحكوها، ولا كانوا العويدات نحيدوهم. الله ريحتها، ولا ديرو فليو، حتى فليو كيجي زوين. مرصيطه ما عرفتش شنو كيقولوا لها، واش لابون بوافغي ولا والله ما عرفت السميه ديالها، تنقلب عليها. ما نسيت والو، غنبسس هذا الشيء كامل. هاكا ندخل في كاع الحبيبات اللي عندي، نحاول داك حب برشاد تا هو نحلو. ويما هذا الشيء كيبقى اختياري، ماشي كل واحد، يمكن ليكم تعجنوها عاديه غير بشويه الزيت والماء، ولا كاع غير بالماء كيعجنوها والملح، ما كيديروش فيها كاع الزيت. كل واحد والطريقه ديالو في هذا الشيء الماكله، ما نقدروش كل واحد وكيفاش كيطيب. هنا غنجمعوا بالماء، الماء يكون دافي. بسم الله، الماء دافي، وغير بغير ب غير باطراف انا غنقلبها على الجهه الاخرى، ما عنديش كيفاش ندير باش نصور. هيا الحرشه ديالي تقريبا راه طابت. الا كنتو باغين تستعملوها في البلاصه، خذوها سخونه وبداو كتقطعوا فيها، سينو راه غديروها في واحد الزيف وميكا وخليوها حتى تكملوا الطياب. انا غنديرها في الزيف ونغلق عليها بواحد بلاستيك ونخليها حتى نسالي النصيب ديالي. ناخذ هاد الحرشه ديالي غنديرها في الكسكاس بحال هكا، هاهي بحال هكا، هاهي راه كلها درتها في ديك الطحانه،
وغنديرها يطلع فيها الفار. هنا راه درت الماء كيسخن، درت فيه واحد الفليفله، انا عزيزه عليا الفليفله، فليفله حاره غنحيدها. صافي، وغنحط هذا الحرشه ديالي تفور، يطلع فيها الفار ونسقيوه. غنوريكم الطريقه انا باش كنسقيها. ها هو الحرشه طلع فيها الفار مزيان، غنديرها هنا. بالنسبه للتسقيه كل واحد وكيفاش كيسقيها، كاين اللي كيديرها كيحطها وكيسقيها مزيان وكيخليها تشرب، يغطيها ويخليها تشرب في القصريه. وهذا انا كتعجبني هاد الطريقه، كتجي زوينه، كتجي صراحه كتعرفي كل حبه كيدخل ليها البلول وكتنفخ، ونيس كتبقى سخونه ما كتبردش. كناخذ هنا هو البلول ديالي هنا، هذا المرقه اللي طاب فيها، كنبدا نهز في البلول او ميم طون غنشعل عليها، نهز غير البلول ونخلي داك العدس والبصله هيا، وغنشعل عليها. بغيتو تدهنو شويه بالسمن ولا بزيت العود، انا حيت درتو في النصيب عندي مجهد بزاف. راه كتشربوها مزيان، كتعمروها، كتجي عامره. بحال الشكل ديال الرفيسه العاميه اللي كنديرو، كنديروا الخبز بحال هكا، كنديروا لها راه كنسقيها مزيان، كتزيد كتنفخ وكتعطي عاوتاني. شتي غير ديك 600 غرام انا اللي درت، راه تبارك الله وما شاء الله. ها هي الكوكوط عمرات، هذه خصها حتى هي العائله صراحه، الا ما كانتش العائله راه ديما ما كاين والو، ما كاينش اللي ياكل معاك، ما كاينش. هاد البلول كله كنديرو فيها، كنخلي غير العدس تما والبصله. ها هي شتا باش ترطاب،